السلام عليكم، معكم بنا من Colors for Life. مرحبا فيكم في قناتي الحرف اليدوية. بدي اليوم إن شاء الله راح يكون فيديو مذكرات حرفية وأجندة ملونة. رقم ماني فاكرة. اليوم 30 نوفمبر 2022. فيديو المذكرات للي ما يعرف إيش يطلع، عبارة عن فيديو نتشارك فيه أو أعرض لكم فيه أعمالي أو آخر أعمالي أو الأعمال اللي بشتغل عليها، سواء اللي انتهت منها أو اللي لسه قاعدة بشتغل عليها، المشاريع اللي بشتغل عليها. الهدف منه مشاركة مختلف الحرف والهوايات، ربما أوريكي شيء جديد تقدر تستفيدي منه. في الأول والآخر هو مجرد فيديو للدردشة وللفضفضة ومشاركة هواياتي معاكم. أول حاجة خلينا نتكلم على القناة اللي صار فيها أحداث الشهر اللي راح. شكراً لكل من دعمني واشترك معايا في القناة الجديدة. زي ما انتو شايفين هذه قناة جديدة، اضطريت ان انا افتحها لانه قناتي القديمة ما شكلها حترجع. للآن لا حس ولا خبر من اليوتيوب على قناتي القديمة. بيقولوا انهم بيحلوا المشكلة لكن للآن ما في اي، ما ادري ايش اقول لكم. لكن نقول خير إن شاء الله. عملت قناة في التليجرام، أتمنى أنكم تشتركوا فيها. في التليجرام نزلت، حاولت قد ما أقدر أن أنا أنزل الفيديوهات، بالذات سلاسل الفيديوهات الطويلة تبع البطانيات، المفارش، الفيديوهات اللي فيها شرح تعليمي. اهتمت فيها أكثر أنه تكون تعليمية أكثر من أنه يكون فيها مثلا مذكرات أو مجرد بث مباشر وهذه الحاجات. وفي اليوتيوب بحاول ان انا ارفع الفيديوهات مرة تانية، بس للأسف انا انسانة يعني شخص واحد بعتني في قناتين. بحاول اني ارجع اتفرج على الفيديوهات من جديد، لانه زمان كانوا يقولوا لي البنات يا ريت تحطي تشابترز او فواصل في الفيديو على اساس انهم يقدروا يرجعوا لمكان او مقطع معين في الفيديو، وهذا اللي بسويه. كل فيديو بأرفعه وبأرجع أتفرج عليه من أول وجديد، بأرجع أكتب كل الروابط المتعلقة بذاك الفيديو، كل شيء قلت إن أنا هحطه في رابط الوصف بحاول إن أنا بحطه. بياخد وقت، إيوة بياخد جهد، لكن إن شاء الله حنسوي. يعني معلش تحملوني، تحملوا إنه أنا حطول في الموضوع هذا. هذا الشيء. الشيء الثاني، أنا ما أقدر أنزل في اليوتيوب، أنا خايفة إن أنا أنزل في اليوتيوب 6-7 فيديوهات ورا بعض ويصير في زي الفلاج أو ألارم على قناتي، يعني أنا ماني ناقصة، هي واحدة وانحذفت. وإلى الآن في بنات بيجوا يسألوني يقولوا لي فين راحت قناتك الجديدة، أنت بتنزلي فيديوهات جديدة، يعني فيديوهات قديمة جديدة، إيش الوضع؟ برجع أقول لكم إنه القناة القديمة تهكرت، وبعد ما تهكرت صار عليها أكثر من فلاج بسبب إنها تهكرت وانحذفت، حذفوها اليوتيوب. سويت كل الخطوات اللازمة إن أنا أرجع القناة، وللآن لا زالت عند الدعم الفني تبعهم وفريق المراجعة الداخلي تبع اليوتيوب. للآن كل ما أرسل لهم بيقولوا لي أصبر شوية لسه ما ردوا علينا، أصبر شوية لسه ما ردوا علينا. ف خير إن شاء الله. عموما خلينا نبدأ مع بعض نعرض المشاريع اللي أنا اشتغلت عليها الشهر اللي راح. للأسف طبعا بسبب موضوع القناة هذا وبسبب إن أنا بعتني في قناتين، ما كان في مشاريع كفاية، مو ما كان في وقت كفاية إن أنا أشتغل على مشاريع كتير. فاليوم تلاقوا المشاريع شوي قليل. من المشاريع اللي اشتغلت عليها وخلصتها وفنشتها كمان هذا المشروع، هتشوفوا له صورة بس لأنه أنا أهديته لصديقة لي لما اجتمعنا مع بعض في الاجتماع الشهري تبع رابطة حرفيات الشرقية. راح أحط لكم رابط رابط الجروب تبعنا في الانستغرام في مربع الوصف عشان تشوفوا بقية أعمال المشاركات. دائما نجتمع مع بعض ونوري أعمالنا البعض ونصور الأعمال هذه وننزلها ونرفق مع كل عمل اسم اللي عملت الشيء هذا، ونحط حسابها كمان عشان تقدروا تتابعوا بقية البنات، لأنهم ما شاء الله مجموعة موهوبة بدون مبالغة. كيف سويت العمل هذا؟ العمل هذا راح أوريكي بعد شوية. البترون هو جزء من بترون، ما هو بترون كامل، بس كيف أنهيته؟ هذه الصور توريكي كيف أنهيته بكل بساطة. هذا صندوق اشتريته من محلات هذه اللي تبيع الأثاث تبع البيت بسعر رخيص، ما هو مرة غالي. بالنسبة للبنات اللي يعيشوا في الشرقية يعرفوا المحل، اسمه أمازون الخليج.
الصندوق لقيته كان عليه تخفيض، أخذته وضربته بويا. المربع اللي في النص كان مناسب للقطعة اللي أنا اشتغلت عليها، مقاسها ممتاز جدا. فاللي سويته إن أنا قصيت على مقاس المربع الداخلي هذا الفراغ اللي جوه في النص، قصيت مات بورد أو ورق مقوى على نفس المقاس، وقصيت قطعتين من الديباج بدون ما يعني بس حابة أنبهكم إنه الديباج كان شوية سميك وأنا أتعنيت إنه يكون سميك. عادة أحط جوخ أو حاجة زي كده بداك الرفع، لا هذا كان الديباج شوية سميك، 6 ملي الديباج سمكه، وكمان عملت منه طبقتين. فواحدة طبقة كانت مساوية بالضبط للكرتون أو الورق المقوى والمات بورد، وواحدة أصغر بتقريبا سنتي من كل الجهات. وبعدين حطيت القطعة في النص فوقها، قطعة التطريز أو الكروستيتش، وتنيتها من الأطراف من اليمين ومن اليسار وصمغتها لأنها قطعة بسيطة. وبعدين بعد ما انتهيت حطيت القطعة في مكانها على الصندوق، وهذا كان شكل الصندوق في الأخير. مشروع جدا بسيط وسهل، بس حابة أوريك الباترون اللي اشتغلت عليه كان من فين. كان هذا المشروع اسمه كوكي تايم من سودا ستيتش. سودا ستيتش شركة كورية. تقولي لي من فين ممكن ألاقي باتروناتها؟ ممكن تلاقي باتروناتهم من 1 2 3 ستيتش، وعلى فكرة الشحن حقهم جدا رخيص ما يتعدى $5. موقع أمريكي. وكمان ممكن تلاقيهم في ما أدري إذا تلاقيهم في أمازون، إي باي أكيد حتلاقي منهم. اللي اشتغلته هذه الوحدة بس، ما اشتغلت كامل الباترون، بس هذه الباترون كان مطلوب منك إنه أنت تشتغلي بخيوط دي إم سي، واشتغلت أنا بخيوط دي إم سي. اشتغلت طبعا لما اشتغلت كان مقاس الباترون اللي هو 54 غرزة بالعرض و51 غرزة بالطول، وتحت من هنا حطيت هذا الجزء اللي هو زي المنديل او المفرش المخرم، من هنا حطيته تحت. القماش اللي استخدمته قماش لونه وردي فاتح تركي، طبعا هو ايدا. القماش كان كم الكاونت حقه؟ 19 كاونت بالعرض و15 كاونت بالطول او بالعكس، يعني المهم انه واحد انه كانت المربعات ما هي مربعات. المفترض في اقمشة الايدة تبع التطريز اذا تبي الغرز مربع مظبوط تكون المربعات اللي بتطرزي فوقها في قماش الايدة يكون يعني متساوي بالطول وبالعرض، عدد الغرز في الانش الواحد او في السنتيمتر الواحد على حسب ما تحسبيها. مشكلة القماش كان ما هو متساوي، عشان كده أنا مرة ما حبيته لأنه أعطاني الشكل النهائي. المفروض العلبة هذه يكون شكلها شوية أكثر، بس الشكل النهائي أعطاني هي أطول. ما هي مشكلة في باترون صغير، يعني ممكن أنا أستخدم القماش هذا في باترونات صغيرة أو موتيف صغيرة ما تبين كتير أو ما تأثر كتير، لكن لو كنت بتستخدميه عشان تطرزي أشخاص أو حيوانات أو من هذا القبيل، حيبين مرة الفرق معاكي، حيسوي ديستورشن أو يصير إما طول القطعة يعني تصير أطول، زي مثلا لو إني سويت البراد هذا حيبان البراد طويل، أو إني لو سويت لو درت القماش بالعرض واشتغلت حتلاقي إنه البراد حيصير دبة عريض. المهم بدأت في يوم 7/11 وانتهيت في يوم 22/11. كنت أشتغل مرة شيء بسيط. لما اشتغلت الفرق اللي أنا اشتغلت فيه، لما جيت اشتغلت باللون الأبيض أول شيء، خلصت كل الأبيض اللي في القطعة، بعدين مسكت اللون اللي جنبه على طول واشتغلت به بالكامل اللي هو كان اللون الموف هذا الفاتح، وبعدين كملت بدأت أضيف ألوان ألوان ألوان. بس المرة هذه ما اشتغلت بشكل عشوائي، لا اشتغلت إني أنا لون لون، واستخدمت خيوط دي ام سي بالالوان اللي هم طالبينها. وبس هذا هو الشغل. اذا تبي تعرفي مقاس القطعه بالكامل، مقاسها بالكامل 473 غرزه كده و91 غرزه كده، هذا بالكامل. هذا بالنسبه للشيء اللي انا انهيته هذا الشهر. الشنطه هذه سويتها قبل كده، وراح احط لك رابط كيف تخيطي شنطه زي هذه بواجهه فينيل زي ما انت شايفه، فينيل بحيث انك لما تحطي الشيء يبان. بس اللي زدت عليها هذا الشيء، ان شاء الله اسوي عليه فيديو. هذا اللي هو شنطه لمقص
لما احط المقص مع القماش في الشنطه اخاف انه طرف المقص يجرح لي القماش او يخرم لي هو او يقص لي الخيوط، يعني ما ادري ايش كيف اقول لكم. فسويت الشنطه هذه، البترون رسمته بنفسي، وتقدري تعدلي على البترون باي مقص تقدري تسويه. واستخدمت الكام سناب اللي هي الطقطق هذه، جدا سهل وبسيط، ما ياخذ الا سكرابس من الاقمشه. ان شاء الله اسوي عليه فيديو باذن الله. من المشاريع اللي الشهر هذا اشتغلت عليها وانتهيت منها بس ما فنشتها بالكامل، كان مشروع الكالندر 2021 اللي كان في مجلة كروس تيتشر ماجازين، بدأ في يناير 2021. تلاقي البترونات كلها مع بعض، أنا طبعتها طبعاً، أنا ما أقدر أوريكم كامل البترونات بس هو كان كده شكلها. كروس تيتشر زي ما قلت لك في الفيديو اللي سبق، وإذا ما شفت الفيديو السابق اتكلمت عن موقع تقدري تشتركي فيه بالسنة أو بنص السنة أو بربع السنة أو بإصدار واحد من المجلات في المجلة اللي أنت تحبيها. فأنا اشتركت في مجلة كروس تيتشر لمدة سنة، وتقدري تتحصلي على البترونات السابقة. وقلت لكم قبل كده إنه ما كان في بترونات قبل 2020، المهم إنه مو بترونات، إصدارات للمجلة لسنين سابقة لقيت عندهم من 2010 2010 11 12 13، هذه كلها موجودة بكل الشهور، يعني كان جود ديل. والديل اللي أنا أخذتها كانت 130 ريال تقريبا أو 132 حاجة زي كده للسنة كاملة. فالشهر هذا اشتغلت على بترون تبع شهر نوفمبر، أخذ مني يومين تقريبا، اللي هو هذا البترون، وحوريكي هو. للآن ما سويت له شنطة، للآن الشغل موجود في دي الشنطة. إن شاء الله أسوي له شنطة. قاعدة بشتغل على قماش ليندا. أنا المرة الأولانية قلت لكم 25 كاونت مقاسه، بس أنا أتوقع أنه 28 مش 25. الخيوط هذه هي الخيوط اللي اشتغلت فيها في شهر نوفمبر. بدلت واحد لون لأنه كان المفروض أن أنا أستخدم لون إكرو، اللي هو زي اللون يعني بعد درجة الأبيض وقبل درجة البيج. لكن لما نجيت أشتغل عليه على القماش لقيت أنه بيندمج مع القماش وما هو باين الشغل نهائيا، فبدلته بهذا اللون اللي هو 739 لون بيج، ومشي الحال. مرة الشغل كان جميل. هذا كان أكتوبر حق الشهر اللي قبل اللي راح، وهذا الشهر اللي هو نوفمبر. الخيط اللي قلت لك عليه اللي المفترض ان انا استخدم اللون الاكرو وبدلته كان في البيت وفي المشرومز هذه او في الفطر، فما كان واضح نهائيا، فاضطريت ان انا اغير اللون. في شيء تاني انا ببدله في المشروع، شايفين البوردر هذا ما قلت عليه في الشهر اللي راح نسيته. فالبوردر هذا انا مشتغلته بكروس ستيتش كامله، في البترون الأصلي هم مشتغلينه بباك ستيتش، فسويته المرة الأولى بباك ستيتش وما حبيت شكله، عشان كده حبيت إن أنا أضيف البوردر التقيل هذا ككروس ستيتش كاملة، اللي هي غرزة الإكس أو الغرزة المتصالبة والمتقاطعة زي ما تحبوا تسموها. الشهر الجاي راح يكون ديسمبر اللي هو ده الشهر، وراح أرجع الخيوط هذيك الألوان، وحاشتغل بدي الألوان تبع شهر ديسمبر. أحلى حاجة إنه كل بترون أو كل شهر أو كل موتيف له مجموعة ألوان أو مفتاح ألوان خاصة فيه، وكلها بشتغل عليها بدي ام سي. المشروع ما ياخد منك يومين، وإذا شديتي حيلك واحد يوم ما حياخد أطول من كده. الشهر اللي راح أو في المذكرات اللي فاتت اتكلمت كيف إني اشتغلت بترونات تطريز أو إيوة بترونات التطريز أو الكروس ستيتش بناء على أيام مخصصة على حسب موقع فعاليات السعودية وفعاليات العالم. الشهر هذا بدأت أول أسبوع كان فيه أسبوع الشجرة، واشتغلت على مشروع دحين حوريكي هو. بس اللي لاحظته إنه ما مشي معي الموضوع، يعني في كتير فعاليات ما عاد لي دخل فيها، الأسبوع العالمي لريادة الأعمال والأسبوع العالمي اللي مش عارف كيف، ما اهتميت إن أنا أضيع وقت أو مواد خام في إني أشتغل مشاريع تخص اليوم هذا. فقررت إن أنا أطنش الموضوع ده من الأساس،
والفكرة هذه من الأساس، وأشتغل بشيء اللي يعني الشيء اللي مشتهيه أشتغل عليه في ذاك اليوم. اللي بدأته بس إنه هو الأسبوع الأول كان من نوفمبر، كان أسبوع الشجرة، وهو ده اللي اشتغلت عليه. بس بعد كده اشتغلت على حاجة تانية يعني أو أشياء تانية، ومشيت على هذا الأساس. في اللي اشتغلته في مشروع أو في أسبوع مشروع الشجرة كان اللي هو تصميم Little Ways to Help the Earth من تصميم إيما كوندون. الباترون كان من كتاب يحتوي على 20 باترون، تقدر تشتريه PDF أونلاين، وبرضو راح أحط لك رابط الباترون أو رابط الكتاب من فين تقدر تشتري، وتقدر تشتري نسخة مطبوعة من أمازون من مواقع المكتبات الأجنبية تقدر تشتري. قاعدة بشتغل على أظن 16 كاونت قماش إيتامين أيدا عادي. في يوم الشجرة اشتغلت على هذا الموتيف اللي هو Grow Your Own. بعد كده رجعت اشتغلت على هادي Air Dry، واشتغلت على Share، وبدأت اشتغل هنا في زي الغرة مكتوب عليه Mend It اللي هو أصلحي أو قم بإصلاحه، بدأت فيه وما كملته ووقفت يعني الشغل في البترون هذا، وقلت خلاص خلي على جنب يعني بعدين أكمله يوم تاني عادي. بشتغل بخيوط DMC زي ما هو مطلوب في البترون بدون ما أغير ولا أي حاجة. من المشاريع اللي اشتغلت عليها لليوم هذا دوبني خرجته من الفريم أو الحامل تبع الإطارات اللي أشتغل عليه، اللي هو كان Kingdom of Books. البترون اشتريته PDF من إتسي من متجر اسمه Cross Stitch Beauty Art. هذا هو البترون بالكامل، جميل جداً. وتكلمت في الشهر اللي راح عن إنه أسماء الكتب اللي مكتوبة باللغة الروسية. صديقتي حولتني على فيديو لوحدة اسمها بريندا The Maniac Stitcher، هذا اسم القناة، راح أرفق لك رابط القناة تبعها في مربع الوصف أسفل الفيديو، تقدر تشوفي أعمالها جدا جميلة رائعة جدا. واتكلمت كيف إنه عندها صديقة روسية ساعدتها في إنها تترجم أسماء الكتب، واللي اكتشفوا إنه أسماء الكتب كلها عبارة عن أماكن ومواقع موجودة في، إذا ما كنت غلطانة، هولندا. وهذه عبارة عن أشكال البيوت على حسب وصفها، الكتب هذه بالضبط كأنها أشكال البيوت، لأنه لو تلاحظ الكتب فيها كلها شبابيك وأبواب. هذه الكتب كلها بيوت حقيقية موجودة في الكنال حقتهم أو القناة حقتهم اللي هو مجرى النهر، موجودة هناك عندهم. فاللي أنا بشتغله على قماش أيدا اللي هو 17 كاونت أيدا، وبشتغل الخلفية اللي فوق لأنه هي المفترض إنها تكون كأنها جوت على رف كتب، فبشتغل الخلفية اللي هنا اللي تديني التأثير تبع الخشب. بس هنا أسفل وقفت عند هي الأسفل، الجزء السفلي هذا عبارة عن 15 غرزة الارتفاع تبعها، فأنا قاعدة أفكر أسويها فقط 5 غرز، يعني يديني بس طرف الشغل، وأشوف بعدين إذا كان حكمل 10 غرز الارتفاع الباقي أو لا، ما أعرف. استمريت في الشغل على المشروع ده يا بنات، مرة مرة حابة الألوان وحابة الشغل فيه، سلس جدا، ما هو متعب نهائيا، واشتغلت عليه مدة طويلة الشهر هذا، يعني حرفيا ما سبته من إيدي، جالسة بشتغل عليه. وقررت ان انا اشتغل، في البدايه كنت هشتغل بالكامل، في البدايه قررت اشتغل ان انا اشتغل دياجونال زي ما قلت لك اللي هو شغل على المايل، بعدين قلت لا ابغى اشتغل كتاب لين ما اشوف الكتاب فين يوصل في النهايه، وبقي لي بس هذا الجزء الصغير وانتهي من الكتاب الاول، بعدها يبقى لي شويه باك ستيتش تحديد للشبابيك اللي فوق، وبعدين اسم الكتاب. راسلت الادميه لانه هي كتبت اسماء الكتب، لما ترجمتها كتبتها باللغة الإنجليزية، فأرسلت لها وقلت لها إذا كان عندك تشارت، سويتي تشارت اللي هو بترون أنت رسمتي لأسماء الكتب، إيش استخدمتي، خط أو شيء زي كده. قالت لي إنه هي للأسف ما سوت تشارت، هي كانت بتكتب الأسماء بشكل حر، يعني بس مجرد إنها بالخيط بتكتب أسماء الكتب باللغة الإنجليزية. وحسوي أنا نفس الشيء بس ما حسوي فريلي، حجيب ورق مربعات وحخطط المساحة هذه بالضبط، أشوف كم، وأشوف الكلمة اللي هي الأولى المكان الأول،
وحسويه زي ما هي يعني حسوي تشارت أنا بيدي، حرسم رسم وبعدين أسويه بالباك ستيتش، لكنه جميل جدا جدا جدا، مرة حبيت الشغل فيه جدا. المشروع فاكرين الشهر اللي فات قلت لكم حسوي له شنطة؟ سويت هذه الشنطة، هذا القماش الداخلي وهذا القماش الخارجي، جدا جدا حبيت، وحطيت في الزيبر بول حطيت بل. كمان سويت له ثريد كاتشر وحامل المقص أو سيزر كيس، نفس الشيء بنفس القماش. إن شاء الله الشهر الجاي لما أخلص من الكتاب الأول أوريكي الخيوط أو الألوان اللي استخدمتها. طبعا الألوان اللي بستخدمها اللي هي ألوان الدي إم سي بدون أي تغيير، لكن في الباترون مكتوب إنه المفروض إن أنا أستخدم بعض ألوان الأنكر، خيط الأنكر، شركة زي الدي إم سي بس اسمها أنكر. طبعا هنا في السعودية صعب مرة تلاقي أنكر، في النادر إن كان لقيتي أنكر. وكان في موقع أونلاين بس كتبت إنه ألوان بديلة، يعني بالإنجليزي طبعا، ما بين كيف تبدلي بين الدي إم سي والأنكر، يديك ألوان الأنكر ويديك البدائل اللي هو اللون اللي شبهه من الدي إم سي. فكنت مقرر أن أنا أشتغل بالبدائل تبع الدي إم سي، بالبديل اللي هو بالدي إم سي، بألوان الدي إم سي أو السبستيوشن اللي هو التبديل، بألوان التبديل. قبل يومين طلبت مجموعة خيوط لباترون بدي أشتغل عليه إن شاء الله إذا وصلت الخيوط من 1 2 3 ستيتش، ولقيت عندهم أنكر، فقلت بالمرة خليني أطلب الألوان، لأنه هي كلها على بعضها ستة ألوان أنكر، فقلت خليني أطلبها. طلبت بكرة واحدة أو شلة واحدة من كل لون إن شاء الله تكفيني بإذن الله، لأن أنا لاحظت أنه كل كتاب ما بياخد إلا أنا لما أجي أسحب الخيط من الشلة أسحبها بعرض يدي خلاص، من طرف الأصابع لين كتف الثاني، ما أدري إذا أنتوا فهمتوا ولا لا، يعني تقريبا متر، فاللي بستخدمه متر وأحيانا أدخل على المتر الثاني بس، هذا هو. الشلة الدي إم سي فيها 8 أمتار، فما شاء الله بتكفي الألوان إن شاء الله. من المشاريع الجديدة اللي بدأتها كمان هذا التعليقة، زي التعليقة اللي شفتوها الشهر اللي فات بفن العقد اللي هي الألفا باترنز، واشتغلت على ده الباترون. هذا الباترون لقيته في بنترست، وهذه شخصية جنتما، شخصية من أنيمي. اخترت نقيت ألوان الشعر ونقيت ألوان الوجه والملابس والخلفية وكل شيء، وبدأت أشتغل عليه. الخيط اللي استخدمته كبيز ثريد، يعني الخيوط اللي أنا قاعدة بشتغل العقد نفسها بخيوط دي إم سي عادية، بس أنا قاعدة بشتغل فوق خيوط اللي هي دي الطويلة اللي بتشتغلي فوقها العقد وبتربطي عليها، بتعقدي عليها أو فوقها، بشتغل بخيوط خيوط كروشيه كانت في بكرة مقاسها 10 كروشيه سايز 10. يقولوا إنه أفضل على أساس إنه يتحمل الغرز، ما يصير له فري أو ما يصير له تنميش زي خيوط الدي إم سي. اللي لاحظته عشان الخيط سميك وفتلته مبرومة مظبوط، العقد اللي أنا بسويها صعب التحكم فيها، وأقل حركة بيعطيني مقاس غير متسق في الغرز، فمتعب شوية الشغل عليه. هل هعيد تاني إن أنا أستخدم بيس بخيوط تانية غير خيوط الدي إم سي؟ لا، خيوط الدي إم سي ممتاز الشغل فيها وسهل الشغل فيها، أسهل بكثير من إن أنا أشتغل على خيوط أخرى. في ناس بيستخدموا خيوط البيرل اللي هي البيرلي، بس أنا ما قد جربتها. في ناس يقولوا مرة أفضل بكثير، أنا كان عندي هذه جزء بسيط من البكرة وقلت أستغلها بدل ما أرمي البكرة، وما تقدر تشتغلي في البكرة بدي الكمية الشحيحة اللي كانت في الخيط، فقلت خليني أجربها في ده المشروع، وجربتها وفعلا اكتشفت انه يعني انا قاعدة بفكر جديا اني اوقف الشغل، بالذات ان انا ما مشيت الا كلها على بعضها ما تيجي ولا 6 سطور. كم اشتغلت؟ 7 سطور، هذا اللي اشتغلتها 7 سطور. فقاعدة افكر جديا اني انا اقفل يعني اقص هذا الجزء وخلص اشتغل على حاجة تانية، ما ادري،
قاعدة بفكر أنا في الموضوع ده، يا إني أكمله يا إني أوقفه، نشوف بعدين. من علينا الشهر الجاي تعرفوا إيش سويت في المشروع هذا. من المشاريع اللي بدأت الشهر اللي راح، وهذا كمان كان واحد من الأسباب اللي يعني قللت من شغلي في مشاريع الخاصة أنا، إنه ده مشروع كان طلبية. واحدة كلمتني وقالت لي إنه هي تبغى ليج وورمرز. الليج وورمرز اللي هي عبارة عن شراب طويل يوصل ألين عادة الساق، أو ممكن كمان يطلع ألين أعلى الفخذ، بس بدون ما يكون شراب، يعني الجزئية اللي تغطي القدم نفسها ما هي موجودة، بس مجرد أسطوانتين طويلة تغطي لك الساق مع الفخذ. كانت تبغاها لزوجها، يعني معناته حيكون مقاسها شوية كبير، وهي تبغى لزوجها عنده مشاكل في الركبة، مشاكل صحية، وتبغى يلبسها. بس أنا ما عرفت بالضبط هي تبغى ككمبرست، يعني ضاغط زي الجوارب الضاغطة، أو يكون واسع على أساس إنه تعرفوا لما يحط الكريمات أو الأدوية على ركبته، بحيث إنها بس مجرد تدفي الركبة. هذا الشيء. الشيء الثاني، يعني أنا بالنسبة لي كان أسهل بكثير وأسرع إني أنا أشتغله بخيط سميك، وكثير قالوا لي اشتغلي بخيط سميك، بالذات البنات اللي يشتغلوا في النيتينج، سألت كم واحدة قالوا لي اشتغلي بخيط سميك، بس أنا ما حبيت، لأن أنا عارفة إنه هذه الليج وورمرز حيلبسها تحت ملابسه اليومية، فصعب مرة أديله شيء سميك، وبالذات إنه إحنا لسه لازال الجو عندنا ما يسمح إن أنا أخليه يلبس شيء سميك جدا، صعب. فقلت أسويه بخيط رفيع. أسهل طريقة إن أنا أستخدم إبر مدببة الطرفين وأشتغل بشكل دائري في اللي هو بشكل يعني في قطر صغير خلاص، أو إني أشتغل ماجيك لوب، يعني أجيب إبرة بسلك بس سلكة طويل، وبعدين أخرجه من الطرف وأشتغل. أنا الطريقتين هذه أكرهها، يكون في بالكم أنا أكره استخدام الإبر اللي يزيد فيها الشغل علي ويضيع وقتي في إني أنا أقعد أسحب الخيط وأرجع أسحب مش عارف كيف، ولازم أعدل في التنشن عند نقطة التقاء الغرز، وأفلام ما أحب الشيء هذا. فقلت يلا فرصة إني أنا أجرب أشتري إبر تشياوغو الشورتيز اللي هي الخاصة بإنك تشتغلي في الجوارب أو الأقطار الصغيرة. فأشتريتها من متجر ZFI، أخذت من عندها الخيوط وأخذت من عندها الإبر. هذه الإبر دحين أوريكي شكلها، هذا كان الباكيج حقها. أخذت الإبر اللي هي مقاسها رفيع، لأن أنا هشتغل بخيط رفيع، مقاس الإبر أمريكي من 0 لـ 3 أو بالمليمترات من 2 لـ 3.25. هذه هي شكل الشنطة، تجيكي جوتها الأسلاك، الأسلاك قصيرة، الكيابل، الكيابل اللي تيجي معاها 13 سنتي و 15 سنتي و 20 سنتي. طيب الإبر نفسها في دي الشنطة، الإبر يجي منها مقاسين، طول 3 إنش وطول 2 إنش. شوفي قدي صورة، فلما تيجي تشتغلي في سيركونفرنس صغير تقدري تشتغلي ورا بعض ورا بعض، وهذا اللي خلى الشغل أسرع بكثير من إن أنا أشتغل إما بإبر مدببة وإما بإبرة بسلك طويل وأشتغل بالماجيك لوب. الإبر ما هي رخيصة، لكن سعرها منه فيها. أنا حبيت مرة الإبر وحبيت الشغل فيها، الشغل سلس سلس جدا جدا جدا. وبالنسبة للتحكم في الإبر، يعني في ناس كتير ما حبوها لأنها قصيرة مرة وتعبهم في يدهم، أنا مسكتي في الإبر مشيت معايا، يعني أركز الإبرة هنا في بطن يدي وأنا ماسكتها كده بالضبط، بأركز الإبرة هنا، فمرة كان الشغل فيها جدا سريع وجدا حلو وسهل. يجي معاها كمان المسطرة، هذه مسطرة قياس مع قياس للمقاسات الإبر نفسها، ويجي معاها ستوبرز اللي هي على أساس تفكي الإبرة وتقفلي طرف الكيبل أو السلك بالأشياء هذه الحمراء على أساس إن الشغل ما يتنسل من فوق الإبر. يجي معاها ستيتش ماركر، وطبعا العصي هذه أو الإبر هذه اللي هي عشان تقفلي وتسكي في الإبر وتشديها الإبر نفسها على السلك، ما تنفك عليك في نص الشغل. لطيفة جدا وحبيتها. إن شاء الله إن شاء الله مستقبلا أشتري. طبعا هي عندها الشنطة الحمراء وفي عندها الشنطة الزرقاء. الشنطة الزرقاء فيها الإبر اللي مقاساتها أكبر، على أساس لما أنت بتسوي أكمام السويترات، لما أنت بتسوي القبعات، ففيها المقاسات الأكبر اللي هي 4 و5 وبينها اللي هي
النص والربع ودي الحاجات، بأشتغلهم بدال خيط. الخيط ماركة برتغالية اسمه بيرفورمانس، وبشتغل بسوك سوك وول برايم مالتي. يتكون من 75% سوبر ووش وول و 25% بولاميد، اللي هو زي النايلون، اللي إذا فهمت صح، على أساس إنه يتحمل الشد والتمطيط لما تلبسيه في الرجل، لأنه هو خيط مخصص للجوارب. أخذت اللون هذا على أساس إنه لون مناسب، يعني لون رجالي. البكرة فيها 50 جرام، فيها 210 متر، والإبرة المقترحة 2-3 ملي. فأنا اشتغلت الرب ب2 ملي، واشتغلت تويستد رب 2 في 2، واشتغلت الجزء اللي يعني يتلبس الباقي بستوكنت عادية. أنا ما أعرف أسماء الغرز بالعربي عذرا يعني. هذه واحدة فردة، طبعا هتكون فردتين. هذا جزء الرب، والمطاطية حقته جدا رهيبة ورائعة. بدأت ب 120 غرزة، مطاطيته جدا رهيبة. وهذا الجزء اللي أبغى أسويه، إني أبغى أروح لها أو أبغاهم يجوا عندي، أبغى يقيس الجزء ده، لأنه حوصل عند مرحلة أبغى يا إما أوسع، إذا كان هذا ضيق عليه يصير أوسع شوية وأطلع لفوق، أو إنه يصير بالعكس، هذا يجي جزء من عند الفخذ، لأن أنا ما أعرف المقاس بالضبط، فأنا هذا الجزء من فوق من عند الفخذ، وأبدأ أضيق وأنزل على الساق. فهمتوا علي؟ يا إني أوسع يا إني أضيق. وحيكون في جزء رب تاني من الناحية التانية، بس طبعا حيكون أطول من كده، يعني حيكون طولها تقريبا 80 سنتي إذا ما خاب ظني. أنا من الأساس بدأت في هذه، هذه الجزئية شايفين، وخليت زوجي يقيسها على أساس إنه هو رجال، أكيد المقاس يكون قريب متقارب. فكانت لما رفعها على ساقه، هذه ماسكة مظبوط تمام على الساق، وهذه شوية وسيعة على الساق، فأنا أبغى يلبسها ويقيسها. يا إني كملت بنفس العرض بدون ما أزود غرز أو أقل الغرز، يا إني قللت إذا يبغاها ضغطة أكتر، يا إني وسعت إذا يبغاها وسعة أكتر. في كل الأحوال لازم يقيسها. وأنا قلت لها، كلمتها وقلت لها، قالت لي خدي راحتك في الشغل. قلت لها ترى حياخد الشغل شوية وقت، بالذات إنه الغرز مرة الخيط رفيع والغرز كثيرة. وهذه النكشة اللي طلعت لي من الخيط رهيبة جدا، مرة حلوة. فهذا اللي باقي لي من البكرة الأولى، فأنا قلت هكمل. وبعدين عندي اشتريت 3 بكرات، فالبكرة الثالثة حمسكها بالنص وأقسمها وأقص الخيط، يصير أشتغل الباقي هنا بنص بكرة وهنا بنص بكرة، يصير هذه بكرة ونص وهذه بكرة ونص. آخر حاجة اللي هي مشروع هبدأ فيه بكرة إن شاء الله، فحماية اللي هو والد زوجي عامل جلسة في فناء البيت أو في الحوش على أساس الجو دحين حلو، وخرج التلفزيون اللي ما حسب حسابه موضوع المطر. للآن لسه ما بدأ موسم المطر في الشرقية، وإن شاء الله يبدأ بإذن الله قريب. فقال لي يا بنتي إذا في إمكانية إنه إحنا نسوي تلبيسة للتلفزيون، لأنه يعرف إن أنا أخيط دي الحاجات. قال لي أنا ما أعرف إذا في إمكانية تقدر تسوي لي تلبيسة للتلفزيون بحيث إنه تمنع عنه المطر. هو حاطط التلفزيون عامل زي المظلة كبيرة زي الجزيبو، وحاطط تحتها الجلسة، حاطط التلفزيون تحت المظلة هذه. بس قال لي لو جاء كاشح، تعرفوا الكاشح إيش هو؟ اللي هو المطر اللي يجي مع هواء فيدخل من الجوانب والأطراف. الجزيبو ما هي مقفلة، ما لها جدران، بس مجرد مظلة من فوق على أساس الشمس بس، لا أكتر ولا أقل. فقال لي أنا أخاف يعني من فوق، أنا متأكدة لو المطر نزل مباشرة كده دايركت على المظلة أنا ما أشيل هم التلفزيون، أنا أخاف لو كان الكاشح جاء قوي على التلفزيون، وبعدين هو معلق التلفزيون على واحد من أعمدة المظلة الداخلية ما يقدر يحرك مكانه، يعني ما يقدر يسحب وخلاص معلق التلفزيون. فقال لي إذا في إمكانية تلبسي، فقلت له إيوه في إمكانية، على أساس إن أنا أشتري قماش مضاد للبلل. وافتكرت إنه متجر تقي للأقمشة، أنا ما أدري إذا قد سمعتوا فيه ولا لا، متجر موجود في الشرقية ممتاز جدا، وعندهم متجر إلكتروني وتقدر تطلبي منه بكل سهولة وبساطة،
وكانوا مسوين تخفيضات البلاك فرايدي السنه الاسبوع اللي فات، واغتنمت الفرصه واشتريت اقمشه تغطيني وتغطي عيالي لاجيال واجيال. حوريكم الان مشترياتي من تقي. بس لقيت عندهم قماش اسمه كتان بنما ضد البلل، وتواصلت معهم في الواتساب وقلت لهم هل هذا الكتان صحيح ضد البلل؟ قالوا ايوه المفروض انه ضد البلل، بس هم ما يدروا قديش درجه منع الماء. فانا بدي اسوي تجربه ان شاء الله واشوف اذا كان يمنع الماء، حصب كده كاسه مويه على القماش واشوف هل حيسرب ولا لا. اذا حيسرب قاعده افكر اني اسوي التلبيسه بس اغطيها من الداخل لو بالصمغ بنايلون تبع تعرفوا اكياس القمامة الله يكرمكم السوداء المتينه مره اللي ما تتقطع، ان انا اغطيه بها من جوا بحيث انه تمنعها تماما عن المويه، وفي نفس الوقت اسوي له تلبيسه حلوه وملونه تناسب الجلسه اللي برا في الحوش. فطلبت الأقمشة وبوريكم الأقمشة اللي طلبتها. أولا هذا الكرت اللي جاني من تقي، تقدروا تسووا سكرين للشاشة، سكرين شوت أو صورة للشاشة عشان تاخدوا كل مواقع التواصل حقتهم. جاتني الأقمشة ملفوفة بشكل مرتب جدا جدا جدا. أول حاجة خليني أوريكم القماش الكتان البنما اللي مضاد للبلل. طلبت نكشتين، نكشة أخذت منها متر عشان ممكن أسوي بها شنط، والنكشة الثانية أخذتها مترين عشان أسوي بها تلبيسة التلفزيون. جاتني بدا الشكل، حاجة مرة كيوت. ترى القماش تقيل، مرة تقيل. هذه النكشة الأولى، جميلة جدا جدا جدا، شايفين؟ ومن جوا القماش من برا قماش زي قماش الكانفاس، بس من جوا تحسي فيه طبقة شمعية. جميل جدا جدا جدا، رائع القماش من جوا، وانا اتوقع انه حيتحمل البلل. النكشة اللي اشتريتها للتلفزيون هذه عشان اسوي بها تلبيسة التلفزيون، جميلة جدا وحتكون شكلها حلو بالذات في الحوش وجنب الاشجار وزي كده، مرة حتكون حلوة. اللي انا ما حسبت حسابه، انا كنت عامله حساب انه يكون القماش ما يتنسل، دوبي شفت التنسيل معناته لازم استخدم اما الفرنش سيم اللي هو انت تخيطي على الطرف وبعدين تقلبي القماش وترجعي تخيطي مره ثانيه بحيث تحبسي الجزء الخام هذا، او احتمال اسوي دي الحركه اسهل لي من ان انا اخبيها بطريقه ثانيه. حتكون تلبيسه سهله. واشتريت كمان معاها تشيك تشيك فيلكرو على اساس انه يقفل التلبيسه من ورا بحيث انه يصير الاوفرلاب كبير، يعني يكون بدا الشكل لما يجي يلف التلبيسه من حوالين التلفزيون هي حتدخل كده، ومن ورا على قد مكان الاسلاك وعلى قد مكان العمود اللي مركب عليه التلفزيون حيكون في فتحه بحيث انه القماش يجي كده وبعدين يجي كده وبعدين ينحط فيه تشيك تشيك من هنا ومن هنا. وكمان أركب الفيلكرو هذا من تحت على أساس إنه يصير يتغلف في التلفزيون بالكامل. هذه الأقمشة كانوا مسوين عرض عشان البلاك فرايدي وتخفيضات الجمعة البيضة ولا الصفرة ولا وات ايفر تبوا تسموها، كانوا عاملين عرض على أقمشة التترون من 6 ريال المتر إلى 3 ريال المتر، فاغتنمت الفرصة وأخذت من كل لون متوفر عندهم متر واحد، وهذه هي الألوان. هذه حتفيدني لما أسوي شنط أقدر أبطن بها الشنط. جاتني بندل زي كده مرة حاجة كيوت. عندهم قسم كمان كان اسمه قسم الكتان اللي هو جزء هذا أخذته من قسم التطريز، كان مكتوب عليه التطريز كتان للتطريز، وهذا كتان عادي بطبعات. هذا كتان عادي أبغى أجرب أشوف التطريز حقه بعدين يعني أسوي عليه غرز إكستيتش، وأنا أتوقع إنه ينفع مرة للتطريز الحر للناس اللي يشتغلوا تطريز عادي مرة ممتاز. ابغى اشوف اذا ينفع اشتغل عليه كروس ستيتش ولا لا عشان اشوف مقاس الغرز كمان، لانه مو مكتوب اي بيانات. وهذا الكتان الثاني حينفع مره في الشنط، اخذته بطبعه لندن، في عندهم طبعات مره كثير وحلوه جدا. عندهم اقطان تايلانديه وتركيه مره حلوه، اخذت منهم هذه النكشه قطن هذا 100%، واخذت منهم هذه النكشه بالونات.
برضو حتفيدني كمان في الشنط، مرة حلوة جميلة جدا. شفت هذا القماش كمان من عندهم، كان مكتوب عليه قطن 100%، بس للأسف طلع شوية قطن خفيف. هستخدمه لأنه هو بخف يعني بسماكته خفيف زي كأنه تترون أكثر من أنه قطن، فقلت ما هي مشكلة حاستفيد منه في أني أنا أسوي فيه بطانات، يعني حتى لو أني حطيت فازلين تحته حيصير واقف وحلو. وعشانهم كريمين أعطوني هذه هدية، هذا قماش زي أقمشة الطرح بالضبط، ما أعرف إيش أسماء الأقمشة، أنا إنسانة ما أخيط ملابس فما أعرف إيش أسماء الأقمشة. وهذا قماش بالضبط، تعرفوا أقمشة الكوافل القطن اللي لما يلفوه بها البيبي ما عاد يتحرك من مكانه، هذا هو. وتل متجر تقي للأقمشة. شكرا تقي على الهدية الحلوة، وشكرا على أقمشتكم الرائعة والخدمة الرائعة، ما شاء الله ما شاء الله، من يوم ما أسألهم سؤال على الواتساب ما يمر اليوم إلا وردين علي، فعلا فعلا خدمة 5 نجوم، وأسعار الأقمشة عندهم مرة ممتازة. هذا كل اللي عندي الفيديو اليوم، أتمنى أنكم تكونوا استمتعتوا معايا، اعذروني إذا طولت عليكم، وشكرا لمتابعتكم، نهاركم سعيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.